دي تحكينا على الابطال التوانسه زاده وذا وان اند اونلي صالح الماجري في الموعد. ذا وان اند اونلي ولا لو سول ايونيك صالح المجري، ما عندناش واحد اخر، وما نتصورش في السنوات القليله القادمه باش نصنعوا لاعب كيما صالح المجري. امبارح سمعناه في ليزون تاع اي اف ام وقت اللي سالوا يا مين جلانزا تعدى مع مين جلانزا البارح، اي اعلن اعتزاله الدولي مع المنتخب الوطني التونسي لاج دو 35 كون. انا جوست كي سمعت الاخبار هزيت التليفون طلبته صالح اولا باش نهنيه على لقب الافريقي الثاني في رصيده، صغير 35 كون هذا هو، والثالث في 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 تاريخ كرة السلة التونسية. قلت له صالح تفدلك ولا تحكي بالحق، معناها باش تبدل 35 كون. قلت له اخي ديرك نوفيتسكي كان يلعب معك فرد ايكيب في مافريكس بطل عامين التالي عمره 41 سنة او عمره 43 سنة، قال لك هاو دن وتعبت وبتاتر يحب يزيد عام بركة ولا عامين في الأوروب، وهذا هذا مفهوم. انا اخويا قلت له باش نوجه لك نداء غدوه الصباح، راهي شئت ام ابيت كنا نوجه له اي نداء يا ولدي، قل له فاهم وقل له نحن في تونس ما فماش واحد يستقيل ولا يعتزل الا ما نطردوه، دوك استنى نهار نطردوك وقت تعمل كيف خاينك. انا مطمني، انا مطمني وجود علي البنزرتي الدكتاتور الرياضي بابتياز، انا نتصور بشد فيه صحيح، ما نتصورش سيد علي او يسمع فينا اكيد، وكان سمعنا من بعد يا خويا لا يسمع فينا، يسمع فينا صالح المجري على الاقل، على الاقل يكمل معانا الكومباني بتاع 2024 على الاقل نعملوا اون دوزيام بارتيسيباسيون في